السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل متابعينا وكل مشاهدينا في كل مكان. النهاردة معانا موبايل لسه جايلي من بره يا جماعة، أقسم بالله. بصوا، بلاك، تمام، شايفين بلاك فيوا. الموبايل ده أمريكي يا جماعة، هغير سكة شحن طبعا معايا. بصوا، أنا طبعا في كده المسامير، وحرفيا قعدت على الجهاز ياما أوي لحد صراحة ما عرفت فتحه ازاي. بصوا، هو هنا الجلد اللي بتطلع ده بلاك فيوا 9900 اهو يا جماعة، شايفين ده بتطلع هنا عادي اهي، ده الظهر بتاعه. المسامير هنا اهي برضو، فكينا كل المسامير تمام اهي، ماشي. بلاك فيوا 9900 اهو، ده شكل الجهاز اهو، ده شكله من جوه. الناس اللي هي ايه، ده موبايل امريكي. هنفك طبعا المسامير بتاعت الايه، سكة الشحن اهي تمام، وهنغير معانا جلد الشحن. اقسم بالله الزبون جايبها من امريكا، هوريكم الطرد بتاعها جاي في دلوقتي طبعا معانا. الناس متبخلش علينا باللايك والاكس بلور، ما تبخلوش علينا يا جماعه بالله عليكم، في الاشتراك في القناه، احنا ما بنبخلش على الناس والله. طبعا خلوا بالنا من دي، عشان ده ايه، مستشعر حراره اهو، مستشعر البصمه اهو تمام. نحاول نظبط الكاميرا عليه اهو، نخلوا بالنا واحده واحده تمام. بسم الله بسم الله، ايوه انا مهلنا، ده شغل بره يا جماعه. بس دي السماعه تمام، وده اهي فلات الشحن اهو، وراكم مع بعض اهو. هنفك واحده واحده ايه بالراحه. ده فلات المستشعر التانية، التالتة، الرابعة، بعد الشبكة واحدة واحدة. بس يكون التصوير تمام. بص، ده الطرد اهو، ده الطرد اهو بتاع ال، ده اقسم بالله جاي من امريكا والله، امريكا تمام. طرد اقسم بالله جاي من امريكا يا جماعه اهو. بصوا، هطلع لكم البتاع اهي، دي فلات الشحن اهي، مش موجوده هنا، دي مش موجوده في مصر. نكمل بقى نطلع دي. نعمل الفلاتر القديمة اهو، نركب باك جديد يا جماعة. محدش يهيب من حاجة، محدش يهيب من أي حاجة، كله تليفونات زي بعضهم، كبيرة زي صغيرة، برة زي جوه، فوق زي تحت، كله زي بعضه، محدش يهيب من أي تليفون داخله. الناس اللي هي مبتدئة متهبش من حاجة. بص، تليفون أقسم برب العز أول مرة في حد أفكه، ورحمة أبويا حرفيا أول مرة في حد أفك تلك الموبايل العين اهو. ركبنا اهو بالراحة، محدش بيجري ورانا اهو اهو تمام. وهنجرب مع بعض برضه، احنا دلوقتي هنجرب مع بعض الشحن اهو. دي هنركبها برضه، مستشعر البصمة، مستشعر الحرارة ده، ونركب الجرس
نجرب. ولا بلاش نجرب دلوقتي، احنا نجرب ايه؟ نجرب شحنها دلوقتي. تمام الشحن، نجحت العملية، نجحت العملية معانا الحمد لله. متنسوش لايك وشير واشتركوا في قناتي بالله عليكم. محمد الأستاذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معانا النهاردة موبايل صعب جدا جدا جدا، ادعمونا وإن شاء الله استنوا وانتظروا مني الجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.